لأول مرة في تاريخ مصر يحدث حدث غير مسبوق، وهو أن نجد الصحافة بتنقل لنا وقائع وضع حجر أساس جامع في مصر. محمد علي 1828 نجد الوقائع المصرية وتوصف لنا حضور محمد علي وأحفاده وأبنائه وكبار رجال الدولة مراسم وضع حجر أساس جامع محمد علي في القلعة. جامع محمد علي في القلعة طغى على ذهنية المصريين بحيث أنه هو اسمه طغى على اسم قلعة صلاح الدين. كتير من الناس بتقول على القلعة جامع محمد علي أو قلعة محمد علي، في حين أن اللي أسس القلعة دي السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. لو بصينا على جامع محمد علي هنجد ان هو عباره عن بيت صلاه كبير جدا، في وسطه اربع دعامات بيعلوها قبه ارتفاعها 52 متر، وبكده هي بتعتبر اعلى قبه موجوده في مصر. عن يمينها انصاف قباب وفي الاركان قباب صغيره، لكن لو بصيت من بعيد ومن اي مكان في القاهره هيخطف نظرك على طول قباب المسجد ومعاها مئذنتين رشيقتين مرتفعتين بارتفاع 84 متر. لكن إذا بصينا في الجانب الآخر وهو صحن المسجد هنجد إن في ميضاف في النص على كتابات خطية رائعة لميرزا سنكلاك، وهو خطاط إيراني كان من أشهر خطاطين العالم في الوقت ده، جلبه محمد علي إلى مصر لأن كان عنده الرغبة إن ينشئ مدرسة مصرية في الخط العربي، فجاب من إيران وتركيا خطاطين يعلموا المصريين أصول الخط العربي لتستعيد مصر قوتها في هذا المجال. جامع محمد علي بكتاباته متنوعة جداً، فهتلاقي بردة البصيري كتبها عبد الغفار رخب ضاوي داخل المسجد، وأبيات شعرية خارج جدران المسجد بتؤرخ للمراحل التاريخية اللي مر بيها. وهنجد كذلك لأول مرة لقب الخديوي بيظهر في مصر على النص التأسيسي أعلى الباب الرئيسي في المسجد، وده معناه أن محمد علي بهذا الجامع اللي استعاد فيه طراز مساجد العثمانية التقليدية في وجه عصر السلطنة العثمانية أراد أنه ينافس العاصمة إسطنبول ببناء مسجد في القاهرة يعبر عن رغبته في أن تكون القاهرة هي عاصمة الدولة الإسلامية وليست إسطنبول. في هذا المعنى نجد أيضاً أن محمد علي أراد في هذا الجامع أنه يستعيد كتير جداً من طرز العمارة التقليدية والعمارة الإسلامية. فبالإضافة إلى هذا نجد أن كل القباب مزخرفة بالآيات القرآنية وبأسماء الخلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك إذا ذهبنا إلى صحن الجامع مرة أخرى هنجد أول ساعة توضح في مسجد في مصر أهداها لويس فيليب ملك فرنسا في هذه الفترة، نظير المسلة الفرعونية اللي أهداها محمد علي إليه واللي موجودة النهاردة في باريس في ميدان الكونكور. مهندس هذا الجامع يوسف بوشناق، ويوسف بوشناق استعان بعدد من الحرفيين والصناع المصريين والأوروبيين اللي شاركوا في عمارة هذا الجامع. في عصر الملك فاروق أو في معنى دق في سنة 1931 لجنة حفظ الآثار العربية وجدت أن في خلل في عمارة قباب هذا الجامع، فوضع تقرير هندسي وتم إعادة إصلاح هذه القباب مرة أخرى. في أثناء إعادة إصلاحها اكتشفت أزيار فخارية في الأركان، كانت الأزيار دي مهمتها أنها بتضخم الصوت داخل المسجد، فمعنى ذلك أن العلماء المسلمين والمهندسين اشتغلوا منذ فترة في مبكرة على فكرة تضخيم الصوت في وقت ما كانش فيه مكبرات للأذان، تجري من خلالها عملية إسماع الموجودين في الجامع صوت الأذان أو صوت الإمام بصورة واضحة وجلية. هذا الجامع بيعتبر تحفة معمارية لدرجة أن السواح أطلقوا عليه جامع الألباستر لأنه غني بالرخام الأبيض اللي جلب من إيطاليا واللي جلب بعضه من مصر،
ولأنه لونه ابيض فبيخطف الانظار من اول ما تدخل الجامع. الزخارف والالوان المستخدمه فيه سواء اللون الازرق او الابيض او الاخضر كلها بتشد الانتباه بصوره كبيره جدا. لكن خليني اقول لكم ان محمد علي دفن في هذا الجامع بعد وفاته سنه 1849، وظل افراد اسره محمد علي حريصين عندما يتولوا العرش على زياره قبر جدهم وكذلك على الصلاه في هذا الجامع وعلى اعماره بصوره مستمره.